جدران التضحيات والعطاء يصعد كريستيانا ويبقوا راسخين رسوخ الزيتون. عرف بمحبته لعذاره، تميز بعشقه للعلم والحياه، اعطى واجزل بعطائه، ضحى بوقته وافنى بعمله فتحدى الصعاب، تميز بادارته وقيادته الحكيمه والرشيده. انه الاستاذ المربي والرئيس علي عاصي، فليتفضل لالقاء كلمته. الاخوه والاخوات، الحضور الكريم، بحفظ الالقاب والاسماء احييكم جميعا بتحيه عاطره من عند الله مباركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انه لشرف عظيم بان نلتقي بكم في هذا اللقاء الجميل وفي هذا البلد الطيب اهله، وانها لمشاعر صادقه من القلب والروح تجاه من نحب. فاهلا وسهلا بكم في بلدكم عرابه، عرابة يوم الأرض، عرابة الشهداء، عرابة الوطنيين والمثقفين، عرابة الحرائر والأحرار. بادئي ذي بدء باسمي واسم أهل عرابة جميعاً، مجلساً وموظفين وعاملين وأهال رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً، مرحبة بسيادة المطران جورج بوبيني في بلدة عرابة، البلدة التي اتسمت بروح المحبة والتسامح بين الأديان. ونقول له حللت أهلا ووطئت سهلا. ونبارك لك بتعيينك رئيسا لأبراشية الروم الكاثوليك عكا وحيفا والناصر وسائر الجليل، راجين لسيادتك ولكنيسة الروم الكاثوليك دوام التقدم والازدهار بنعمة الله تعالى. فأهلا وسهلا بك أخا عزيزا في بلدك، ونقول لك إنك مرحب فيك على الدوام متى شئت، زائرا وضيفا وقاطعا. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله العظيم. في هذه الآية المباركة يخبرنا الله جل وعلا على لسان سيدنا عيسى عليه السلام بأن الله جل وعلا أرسل موسى عليه السلام ومعه التوراة، أي ديانة اليهودية، وأرسل عيسى عليه السلام ومعه الإنجيل، أي الديانة المسيحية، وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي الديانة الإسلامية. فهنا نبي الله عيسى عليه السلام آمن وصدق بما أنزل على موسى عليه السلام من التوراة، وعمل بما أنزل عليه من الإنجيل، وبشر برسالة أخيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. احترام الناس والعفو والتسامح ونبذ العنف، وهذا أيضا كما في القرآن وفي الإنجيل، وكذلك ونحن نؤمن بالرسل والأنبياء والكتب السماوية، الإنجيل والتوراة والقرآن. وقد قال الإنجيل: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بها، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. الإخوة والأخوات، الحضور الكريم، لقد حث جميع الرسل والأنبياء الذين أرسلوا للناس كافة باختلاف دياناتهم وتياراتهم على تنسيق السلام بين الشعوب، ليتمتع الإنسان ولينعم بحياة كريمة وهانئة على هذه الأرض. لذلك يتوق كل إنسان إلى الحياة بسلام، وتتنافى روح المغامرة والحرب والقتال مع تطلع الإنسان إلى الحياة المستقرة الهانئة، وإلى حياة الطمأنينة والهدوء والانسجام مع الله والذات والآخرين. الدين هو دمار للجميع، فأنا أفتخر بما عليها عرابة، لأن عرابة ليست من صنع أشخاص من خارج عرابة. عرابة إذا كانت هي على ما هي عليه، هي لأن أجدادكم وآبائكم وأنتم في سعي دائم ليكون الجميع بتواصل مع الجميع وبخدمة الجميع وبلقاء الجميع.
أكرر شكري على شكري على دعوتكم لي لهذا اليوم للقاء معكم ودعم الغداء الجليل للروم الملكيين الكاثوليك والوفد المرافق له على هذه الزيارة المباركة والتي سيسجلها التاريخ بأحرف للنور وبمداد من ذهب وإنما قاله سيادته لتاج نفتخر فيه بعقربة غانية وهي بلا شك كلمات مدركين ومطلع إنها لزيارة قد أتجت الصدور وأثبتت مدى التلاقم بين أفراد الشعب الواحد وإن شاء الله سينعكس أثرها على أهل عقربة خاصة ومجتمعنا العربي الفلسطيني عاما. أدعو رئيس المجلس المحلي للمنصة لتكريم سيادة المطران جورج بقعوني كما أدعو سيادة المطران جورج بقعوني. من كان منكم كبيراً كان خادماً وأنت تستحق هذه الألقاب تستحق الكبر وتستحق المشاركة في أمور تخصنا جميعاً. ولدت هذه السيارة بعد التقارب الذي ولد أيضاً من خلال زيارة صاحب السيادة لأبناء الرعية في يومين كاملين لم تتركنا أبداً بل كنت إلى جانب صاحب السيادة وإلى جانبه. وأنا أذكر أيضاً أنك وجميع موظفي السلطة المحلية من مدراء مدارس ومن العاملين أنك تقدم للرعية التهاني في كل مناسبة. لا ننسى أنك على رأس كل وفد تأتي إلينا وفي زيارتك أكثر من معنى. صاحب السيادة حللت ضيفاً اليوم وبعد هذا اللقاء أصبحت عيناً من أعيان هذه البلدة وأصبحت أيضاً عيناً يرده الكثيرون ليأتوا إليه ويأخذوا جرعة الماء. لم تكن زيارتك صدفة في هذه البلدة بل هي من اهتماماتك في الدخول إلى كل بلدة لا بل الدخول إلى كل بيت إلى كل مواطن والأكثر من ذلك الولوج إلى قلب كل إنسان قلب كل مؤمن ليظهر للملأ أننا أخوة إننا أخوة في الإنسانية وأخوة في عبادة الخالق وأخوة في تبادل المحبة والمشاركة والتعاون.